اي المال بالغربة وطن، وطن بدون مال غربة. صح والله صحيح. مرات صح. الإنسان بين أهله وناسه، مثلا الأخ الكبير تلقاه يعني فقير الحال، والأصغر من والله كلام قوي هذا، والعدة فلوس الزغير، فالكبير خطية يجي حتى على الغداء خلي له بس العظم، أما الزغير يحطوا له اللحمية الكبيرة، إجا الهيبة، إجا أبو المصرف، هذا عايش غربة بنص أهله، هو كبير أخوه، تعرف شو؟ أيوه. الغريب اللي بنص عائلته أو بنص وطنه، الفقير الفقير يعتبر غريب بنص أهله وناسه. صح كلامك والله صح. إذا منتبهين عليها بالعراق حتى، يعني قلت لك إذا اثنين كبير فقر ما عنده فلوس، ميسور الحال مثل ما تقول، والزغير يشتغل عنده مالات، تقوم الأمها تدور مرة للزغير، وذاك ابنها الكبير الهيبة على ما هو يجيب مصرف أكثر، يقول أرد الزوج يخزروه هيك تقعد لك الفقر، بس أنت الشغل عمل يلا روح، عرفت شو؟ والله هذا هنا يصير عنده شعور بالغربة داخل.